الشمس ناحية الغروب، ولم تأتي حبيبة الغداء كعادتها، فتأكد قلق الشيخ متولي. الله يا رب يا خالي البني آدمين من سلالة من طين، وبقدرتك شكلته جنين وأطعمته في قراره المكين. ارزقني من لدنك خلفا واجعله من الصالحين. وحين عاد إلى البيت وجد زوجته تعاني آلام المخاط، فذهب مسرعا ليحضر الداية، وتوجه هو إلى الجامع الكبير يهدأ من قلقي بالصلاة. وفي جامع البلدة كان الفلاحون يجتمعون كل ليلة بعد صلاة العشاء يتباحثون في أمورهم، لكن الشيخ متولي انتهى من صلاته وهم بالانصراف إلى بيته الملاصق للجامع كي يطمئن على زوجته. لكن خاله استوقفه، وكان خال الشيخ متولي رجلا صالحا، وكان يعلم أن حبيبة على وشك أن تضع وليدها، فسأل الشيخ متولي عنها ثم بشره بأنه رأى في منامه كتكوتا يخرج من حجر حبيبة، ثم صعد على منبر الجامع الكبير حتى اعتلاه وأخذ يصيح ويؤذن. وحينما سأل عن